اهلا وسهلا، نلتقيكم في حلقه جديده من برنامج رمضان الخير. طبعا عائلتنا لهذا اليوم ان شاء الله يا ربي امهاتنا ينطيهم الصحه والعافيه، ثلاث نساء قاعدين بغرفتين. هذه الغرفتين راح نصورها مثل ما هي او مثل ما نشوفها. طبعا هذه المنطقه هي منطقه الصوفيه او قريبه على الزراعه، وهذه مدرسه التمدن، وهذا مضيف ابو فهد قريب علينا. خلونا نشوف هذه العائلة أو سبب سكنهم هنا. أنا طبعاً مثل ما نشوف إحنا الجماعة موجودين داخل البيت، عارفين بينا إحنا جايين عليهم، لكن لنصور تنورهم الطين انتهى موضوعه أكيد. شبابيكم زين، أعتقد هاي الغرفة تاركيها؟ لا ما تاركيها. هذا شباك تشوفوه، هذه الغرفة ما تاركيها؟ لا، الجماعة قاعدين بيها، لكن هذه إمكانيتهم وهذه قدرتهم. خلونا ندخل على العائلة ونشوف. السلام عليكم. شلونك حجية؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. شلون امورك؟ الحمد لله. الله يخليك. من؟ ام دلال. ام دلال، حياك الله ام دلال. شلونك ام دلال؟ برنامج رمضان خير من قناه المدار. حياكم الله. ومن قالي حيا. شايفين برنامجنا ولا لا؟ اي شايفين. جيد الحمد لله. الله يكتب لكم السلامه ان شاء الله. الله يسلمك. الزم المايك ام دلال. ام دلال، انت ويا من ساكنه هنا؟ أنا وخواتي اثنين. خواتك اثنين قاعدين هنا بهاي الغرفتين؟ اي اثنين يا ابو، بالصيف يورينا من الحرور ما شاء الله. اي اي وبالشتاء يرز لنا دحج هذا الخارور، يعني دار ما يدور. اي ينزل عليك. والله ردنا مكينة، انت ولي ننام به ما نقدر. ما تقدر. ما نقدر، يقوم يخر دحج عليه. اي صح، لا اشوفه. اي والله اشوفه. زين، نقدر نفوت على الغرفة الثانية؟ اي هاي بيها السقطة اختي. ها اختي ايه ايه الثانية تقدر تحكي وياها لو؟ اي تقدر تحكي بس ماشي. السلام عليكم، شلون صحة؟ شلون اختي العزيزة؟ شلون صحتك؟ الله يرضى عليك، شو اخبارك؟ يا مرحبا، يا رمضان كريم عليكم ان شاء الله. عليكم وعليكم يا يابا. الله يسلمك. الله يسلمك، شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال ان شاء الله. ان شاء الله إلك بها اجر، اجرك عظيم عند رب العالمين ان شاء الله. الله يسلمكم يا زين. هذه الغرفه مو حاره؟ والله حاره يا خاله، بس شو نسوي؟ نعم ما تزي بالدم وهواي الحرور تجين كذبحتني. زين وهاي الشباك شو ما بي؟ لا 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 جام، لا شيء ما بي. مولد ما شغلها، خلقت مبرده ما شغلها. نعمت حالك على المولد، لان مبيرين وما يديرنها. ما شغلها؟ اي والله ما شغلها. بس مبيرين؟ اي والله. وهم الله يعطيك وينطيهم بلاش، ما ياخذون عندنا فلوس. لو شافوا حالك ناجي الكريم الرشيد. ناجي الكريم الرشيد. اي اها عرفت. واكثم اخوه. نعم نعم. يلا ان شاء الله نروح لهم ونخلي يزودونكم الامبياريه. تسلمون يا شباب. ما قصروا، جزاهم الله خير. اي والله. خلي يزودونكم الامبياريه على الاقل تقدر تشغلون هذه المبرده. والله يابا ما شغل، يعني من يجي المولد على ابنيك والضو. ولا والله ماكو، بس لو جت الوطنيه لا انشغل. اي والله. وهن حتى من شغل المبرده لو جت الوطنيه هالحارات هذا تشينكو يا يابا وبلوك. وحارات وهنا المرة ظن لا عندنا مقدرة ان نبنى نحجيره ونطلع عنهن. ماكو، احنا ثلاثة تامة.
الله يسلمك. العلاج ما اقدر اتحرك من مكاني، شوف هذا علاجي. شنو هذا علاجي؟ الروماتيك. صحيح اقعدي معنا؟ اقعدي يا عمي. الله يرضى عليك. تستلمين. تعالي استريحي. ام دلال. من اخلص علاج شوفه كل هذا. شنو هو هذا العلاج؟ مال شنو؟ الروماتيز ينطوني اياه. نعم. اعطيني اياه. كل هالعلاجات تاخذيها؟ كلها اخذها ولا موجهش وما اقدر امشي. مهم. ما اقدر امشي، شوف هاي علاج. زين هذه العلاجات من تاخذيها شنو فائدتها؟ بس تسكن الالام. تسكن الالام عندي. نعم. هاي هي تما يوجعني. انا ما اقدر ارجع علي ورا ما تخلص العلاج حلي. ما عندها مقدره ترجع على الدكتور. من الدكتور اللي ما خلت. اي وشنو قالوا لك؟ نعم. روماتيز بده. زين ما له علاج؟ ما قالوا لها له علاج؟ ينطوني تسكينات، يقول لي هاي تسكينات ولا ما عليك اكثر منها. ماكو ما في مجال. اي بس مسكين. اي الله كريم، الحمد لله. الحمد لله على كل حال. صايمين؟ شلون والله ربك ما يخليه. الطيبين كثيرين. اكيد. يعوجون علي تاجي بوصفه واروح للطب. الوصفه مالتك ايش قد تكلفتها؟ من صلاح اردان 45. نعم. تكلفني من عاد الكشفيه والتحالي. نعم. لمن عندي اروح، لمن ما عندي ما اروح. ما تروح؟ لمن ما اقدر اروح. زين شلون تروحين؟ يشيلوني شيل بالسياره، يجيبون لي سياره هني ياجرونها. نعم. يودوني اهل الرحم يا اهل المروه. الله يرضى عليهم ان شاء الله. ماجورين انتم هم ان شاء الله. الله يبارك فيكم. لا والله احنا مسلمين. لا يا عوان انت ماجور ان شاء الله. امشي يا ابو سلامتك. اي والله. زين يعني اهالي الصوفيه ما التفتوا عليكم؟ ما لقوا لكم حال؟ خلي هذا يابا اللي يعرفونا يعوجون علينا، تعرف. نعم. انت يعني شيء بسيط. نعم. اي صح. والما يعرفوني خالي شمد لهم لان امورنا واقعه، ما يعرفون عنا شيء. اي بس احنا نعرف الناس للناس، وهذه منطقه الصوفيه. والله اكثريتها ما يعرفونا، واللي يعرفونا لا تعرف. يلا هاي اليوم شافوكم اهل الصوفيه. الله كريم. ما شافوكم قبل، هاي اليوم راح يشوفوكم. الله كريم يا ابا. الله كريم. انه اخوتنا ام دلال وخواتها الاثنين. حياكم الله. الله يرضى عليهم ويوفقهم. نشوف احنا شلون قاعدين. طبعا راح نصور. شوف هذا السنه اللي جا عليكم سناها. الشتاء يقول نار. تشيلكم فوقنا. نعم. وبالصيف يهلطنا من الحرم. من الحرم. اي والله. وبالشتاء شكو مطر ينزل من رب العالمين ينزلن علينا. اي والله. زين ايش قد تكلفته بس؟ والله يا ابا ما ادري. ما سالت عليه. ما سالت. اختك الثانيه وين؟ مريضه وهم يم بيت اخويا. ما اخوي. اي. الله يسلمك. زين احكي لنا برمضان شلون مرت الامور؟ والله خالي احكي لك. يعني وقت اللي نقدر نسوي نفطير، وقت اللي ما نقدر والله شيء خفاف، لان انا هم كلى وحده. اي والله. وهم روماتيز عندي وضغط. نعم. نعمة حالك. وعند الكلى هم تعبانه، هي هالوحده وتعبانه. ويقرب ضياء اللي يعوج علينا من الجدعان. ما ادري. الله يرضى عليهم. لا هو احنا نشوفهم. الله يسلمكم. احنا ان شاء الله نشوفهم، نشوف شباب الصوفيه. الله كريم يا ابو الله. ان شاء الله بجهنم نشوف اهلنا البفاد والبعلوان. الله كريم. وكل عشائرنا الطيبه ان شاء الله في منطقه الصوفيه. الله كريم. نشوف اخواتكم وامهاتكم، يعني بدنا نشوف احنا وضعيتهم. راح اكدت انه احنا راح نصور البيت ان شاء الله ونشوف الصدوم والشباب. طبعا وماكو اي اهل، يا اهل الكرام، يا اهل الطيبه، يا اهل العزه، ان شاء الله ما ترضوها ان اخواتكم يكون هيك موقفهم او يكون هيك قعدتهم. لانه بصراحه يعني انا ما شفت انه جيت ممكن انه زرت. والله يا ابو جيت بغفله وشفت بويت. لا تقول يعني. اي والله. لا والله هو هذا واقعكم، يعني ما في اي ما صار اي تزييف بالموضوع. يعني هذه الشبابيك حتى بالشتاء هاي. اي والله يا ابو هشام. حط الكرتونات يوجعهن الهواء مني. والمطر يتنقعين وينزل. مقدرة ما بينا ترد نجدد الكرتونات. توجعين الناس يلا للاطباء وللعلاج. خير ان شاء الله. هذا اللي موضوع سهل. الله كريم. انا موضوع السقف والارضيه هم مالتكم هم تعبانه مو والله هي تعبانه مو صح؟ اي والله. الله كريم. دايم كريم. مرات هاي التخربط
انت مولدي، يعني ما استاجر افتح الباب واطلع على بيت اخويا تقول له تعال ما استدري يا بخاف الاوضاع مو حلوه. فلو عندنا مقدره اللي فينا حجيره يم تامن جيري يعني من انت خربط من شيء يعني نصير شلون ببيت واحد. هو اخو الشيش والله عمال هم يشتغل يوم ويوم اسبوع يوم بعد حساسيه اي والله هم عنده جهال وهم اموره ذاته. الله كريم دام كريم يا زين. هاي ثلاجتكم هاي انطونا اياها تعرف انت يحطون جدد وينطونا العتيجه يعني كثرة على غير فعل فريزرها ما ادري ايش اسمها مكسور مو ذاك الفريزر. اي والله ان شاء الله خير. الله زين ام الاخت ام دلال لا هاي طيب ما متزوجه الحمد لله وانا عزب بس قطيت الحمد لله الحمد لله على كل حال اختنا يعني ادري ما تطلعين برا ما تقدرين الا يشيلونها لو هيك تقابلون عليها ومرات لا تظل هاي قعدتها تبقين هنا. اي احنا الله كريم ان شاء الله سقط ما بينا حال تاهم نشيلها احنا من تعرج عليه اوج علينا. الله يعينكم الله يعينكم ان شاء الله. خلونا نشرح عن بيت ام دلال واخواتها. ام دلال يعني انت عندك بنيه اسمها دلال؟ اي ها بس حياكم توفت. اي لا رحمه الله ارحم والديكم يا ابا. يعوضها الجنه ويصبرك ان شاء الله. الله يسلمك يا ابا. زين خلي نشوف باقي البيت. هذه هسه نقول عليها غرفة الاستقبال مو صح؟ ايه حلو. هذه هم نفس الوضعية هم ايه هم نفس الشيء يا ابا هم كرتونات هم من يوقع عليها المي اي والله هم من يقع عليها المي يروح جي اي والله وجيت بغفلة شفتوا هني خالد صح اي والله اي والله زينة شفناها هنا شكو ام هاي هم مليانة دعوة لا شوفها خلي نشوفها تعال شوفوا اكو احد؟ لا ما اكو تعال. هاي اكو احد ينام هنا يعني؟ اي مرات من حد يجينا اخت تنام هنا لو جت من يم بيت اخوه. نعم. نعمت حالك، انه من ما اكو احد لا والله احنا نلقى الحين بال يم المريضه. ها هناك اي اي والله. مريضه؟ اي. تقعدون هنا؟ اي والله. وهذه الشبابيك هم نفس الشيء؟ نفس الحالة. ها مخليها كراتين وقاعدات اي والله. شو نسوي يا ابا؟ هذا المطر بالشتاء دحج الخارور وهذا الشين. قول له يا ابا. اي والله. والله اريد ان مكين نختم بيه ماكو. احنا مسؤولين بالصوفيه ما رحتوا عليهم؟ لا والله يا خاله ما رحنا. ليش؟ ليش اكذب لك؟ ما رحنا. ليش ما رحتوا؟ ما دزيتوا خبر؟ تريد جرعه. تريد جرعه. اي تريد جرعه. اي والله تريد جرعه. اي. اي والله حتى من مرات يعني من اهاليتنا ذول يسالونا نقول الحمد لله الخير كثير ما نقدر نشيلهم وامور يعني تعرف انت ضيج الخلق صح إيه. والله كريم يا ابا اهم شيء تكونون سالمين ومسترين. الله يحفظك احنا اهم شيء يحفظكم انتم يا يابا مو احنا نكون سالمين لانه يعني في يوم بعد يوم بدنا نكتشف انه احنا سلامتنا. الله يسلمك الحمد لله وشكرا يا ابا وكتب لكم السلامه ان شاء الله. الله يرضى عنك يعني احنا سلامتنا وفرتنا. الله يسلمكم انه احنا ما نسوي شيء يعني ما قصرتوا يا ابا ما قصرتوا يعني في كل يوم في كل عائله بنزورها بنحس نفسنا انه احنا في شيء كلش صغير. ما قصرتوا يا خالد لانه يعني هذه وضعيتكم وهذه قعدتكم كم سنه صار لكم قاعدين انتم؟ والله هوايه من 2003 من 2003 انتوا على هذا الحال؟ اي والله من 2003 زين شباب الصوفيه شيوخ الصوفيه والله يا خالد اقول لك الصوفيه الله ما لا ندور على حد ولا حد يدور علينا بهالوقت هنا يعني ما حد مرات هذا ابو رهف لا الله يجزاهم بالخير طيبين ما يقصرون برهف وغير ابراهيم اي والله ان شاء الله ما يقصرون بس موضوع انه السقف بهيجي وضعيه وانهم ضياع اعترف يعني بحالتنا والله ما قصر يجي من وين اي والله الله يكتب له السلامه ان شاء الله الله يرضى عنه اي والله زين بس هذه الشبابيك يعني الجام مالتها مو كلش غالي
مو غالية بس يابا تكسر يعني جهال، وتعرف انت نوم الضرب والهذا يهتزين نوم الضرب هذا الشراح تكسر، فهسه انا كريت يعني ما يصير الهنجام يبدل الشباك. تعال عادي منين بدله يا خالي، مو تريد تعرف انت. صح. اي والله صح. اي والله زين. المطبخ وين؟ ما شفنا المطبخ. المطبخ مال اخوي هناك. ها انتم هناك ذاك المطبخ؟ اي حلو. اي والله خير ان شاء الله. زين خلينا نقعد هنا شويه يا شباب. حياكم الله يا ابا. نشوف عائله ام سلام. الله يرضى عنك. يرضى عليك يا ابا. خاطر بلاد اشوف صور مع المرشحين عندكم لي جنب. هذول اخوتنا. الله وين ها يعني هذول ثلاثه اخوتي الشهداء يعني. نعم الله يرحمه. ذاك ابن اخويا وهاي ست ابتسامة اسمها. اي شو خلي أي. صورتها هنا. والله خلوها جهال ولد اخويا. آه. اي والله. جيد خير ان شاء الله. ولا ما مستفادين منها شيء والله يا ابا. اي والله. الحمد لله شكر على كل حال. زين. هسه المولد موضوع المولد ان شاء الله يرفع لكم الامبياريه. الله كريم. انا اشوف الشباب الله كريم. احمد مو ناجي واكثر. ناجي واكثر أي. ان شاء الله ناجي واكثر بيوم البركه وبيوم الطيب. الله كريم. اي والله طيبين. اي والله ان شاء الله. من رحت علي وعلى اساس قال لي خاله ما اخذ الفليسات ما زول المولد بالمنطقه هاي على حسابي ضوتين. يا بخلف الله عليك وعلي. لا أي لا والله. بس يرفع عنا النوب امبيرين حتى اي والله انه امبيرين يعني وبس أيه. على ابنيه كات ولضوي ويعني ولا ما انشغل لا في ليلي جلا مبرد. لا لا ان شاء الله نخليه يرفع لكم الامبيريه حتى تقدر انه الله كريم تشغلون المبرده يا اختنا. والله شوف الحر يا ابو اي حاره حاره أي والله. مش حاره يعني شو نسوي يعني ما مكان لا يطاق يعني شو نسوي مكان لا يطاق يعني وين اهل الصوفيه عندكم؟ وين شيوخنا؟ وين مسؤولينا؟ وين شباب الصوفيه؟ يعني بيكم البركه يعني ممكن انه نبدأ بمبادره من اليوم يعني على الاقل ان شاء الله. الله كريم يا ابو. الموضوع استقف. اريدكم سالمين يا ابو يحفظكم الله ويرعاكم ويكتب لكم السلامه ان شاء الله. ان شاء الله يعني ما تقصرون بهذا الموضوع. الله لكن كريم. والله العظيم ال- 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 الشيء اللي شفته استغربت فيه بصراحه. ما متخيل انه نلاقي هيك وضعيه يعني وخصوصا انه امهاتنا ام دلال واختها الثانيه واختها الثالثه هم كلهم بس نساء قاعدات في البيت. والله بس البنات ثلاث احنا يعني صعب كلش صعب عليهم. ما انه يبقون بهيك وضعيه وبهيك بيت يعني كلش صعبه. يعين الله يا خالد. ان شاء الله ان شاء الله هو اكيد المعانا كلها من رب العالمين. الله كريم. لكن ما يخالف هم البشر ممكن انه يتدخل ممكن انه يقدم المساعده. والله يا ابا ما نشتي ونقول يعني ما عندنا هالشيء ومحتاجين هالشيء نقول يعني انتم ولادي شلون نقول عيب يعني. وقام اللي عرفنا لا والله يعوج علينا واللي ما عرفنا لا يعني اللي ما نشتي لامورنا ما يعرف عنا شيء. صحيح. اي والله الله يسلمك يا ابا. الله يوفقك. زين احكي لنا شو تسوون يعني تكون بس قاعدين بالبيت وين نطلع يا خاله؟ صقط والله مرات يعني نتحطم ما نقدر نمشي. اي والله الله يسلمك يا ابا. ومرات لا ندور هنا وانا بالبيت يعني قدام البيت. اي ولا انت اقول لك ندور على حد ونروح على حد لا والله ما نقدر. اي والله والله انت وليدي من صميت اهتمت علي الكلام لان الدكتور منعنا ان صيام بس ما اقدر عليها يا ابا. اقول لا اي اتندم يعني لما نخلص رمضان وانا مو صايم اتندم تخليني حتى لا اموت اموت صايم. والله هسه حلقه يبسان من العطش. الحمد لله احنا هم تعبناك هيك. لا يا ابا لا تعبكم راحه يا خالي بس يلا حتى هم نضيع وقت قبل الله كريم يا ابا. الله كريم. زين هسه شنو محتاجين انتم؟ اريد سلامتكم وهي لكم يا يابا. محتاجين لان الجماعه كل شيء محتاجين. محتاجين سالمين ومحتاجين ارضيه. اي والله ومحتاجين كهربائيات ومحتاجين شبابيك ومحتاجين جام للشبابيك. الله كريم يا ابا. كل شيء محتاجين الجماعه. زين احنا نلف هناك نعمت حالك ويا اخوي على مود من انت خربات تعرف انت ترى الحرمه بس بحدها اكيد صعبه صعبه صعبه. ان احنا واكله وعندنا مقدره لفنا غريفه تا من جريب يا ابا يا اكرام فلانه تخربطت اطلع شوف بالها سياره وجه المستشفى. والله مرات تظل الصبح يلا عاد نروح نفزع ما نستجاني خالتك اللي جابتك خواف والله ما استجرى راسك سالم يا يابا.
يلا ان شاء الله خير. إن شاء الله كريم يا ابا الله كريم. نشوف تكاليفها. نشوفكم بخير ومسافه ان شاء الله. نشوف تكاليفها ايش قد. نحاول انه نسوي الجمعيه احنا الشباب الصوفيه ان شاء الله. الله كريم يا بارككم سالمين ومستقرين. شباب شباب ابو فهد بالاخص يعني لان كلهم ما شاء الله امكانياتهم الله يزيدهم خير وبركه ان شاء الله. الله يزيدهم ان شاء الله، لكن الموضوع اذا يعني مثل ما تقول اتفقنا عليه وقدرنا انه نتفق انه ونجمع مبلغ زين نسوي لهم الغرفه اللي يحتاجوها. الله كريم يا ابو هم دلال وخواتها ان شاء الله كريم. حتى ينتقلون، لانه هذا المكان بصراحه ما ممكن انه بشر يتخيل هذا المكان والقعده بهذا المكان. وش نسوي يا خالي غير من الظلم؟ الحمد لله الحمد لله على كل حال. اي أيوة والله وضعكم صح، انتم تعبانين وابتلاء بالمرض وابتلاء أيوة بالبيت وما ادري شنو هاي، لكن ان شاء الله احنا الله كريم نفوس، لكن ان شاء الله رب العالمين الله كريم يا ابو الله ويعوضكم ان شاء الله خير عن هذا التعب كله. الله كريم يا ابو نشوفكم بخير ومسرة ان شاء الله، يحفظكم الله ويرعاكم. الله يسلمك امي. اي والله. اذا راح ناخذ فاصل ونرجع وياكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، ويانا في حلقتنا ويا عائله ام دلال، ومثل ما تشوفون هذه عائلتنا لهذا اليوم. مشاهدينا في حلقتنا هذا اليوم من عائلتهم دلال وخواتها. قعدنا هنا اللي برا لانه مثل ما شفنا البيت وداخل البيت. دلال خلي هذا المايك يمك. اوكي؟ اي اوكي. حلو الاوكي من عندك دلال، الله يرضى عليك. الله يسلمك. اي هسه نسالك شنو محتاجين؟ يعني احنا موضوع الغرفه قلتي ان نريد لنا غرفه هنا. اي والله. مو؟ اي نعم. اي ما تعرفين تكلفتها. هذا بيت اخويا. نعم. ونعمل حالك واحنا اجلنا غرفاتنا، قلت لك يعني مرات من التخربط شيء. نعم. والله يابا يعني ما استجي اطلع انادى اخويا. صحيح. هجس شلون يعني مو هجس هالقرب وهجس يا بعده يصير عندي. صحيح. اي والله. صحيح. كنا ان بنينا غرفه هي يعني شويه يعني من لو الامور مو حلوه يعني من جيري بندق عليه البويب يعني شويه. خير خير ان شاء الله. زين هو ما يراجعكم بالليل؟ ما يجي والله بالليل من يتعشى ما يجي علينا ولا احنا نطلع. صح. اي والله. اي نعم هو نعم. اي والله كل من ببويته. صح. اي والله خير ان شاء الله. زين يعني انتم هذا البيت هو لكم من قديم لو شنو؟ اي هو هاي القاع احنا اشتريناها. نعم. نعمت حالك وبنينا هذين الغرفات. هاي من 2003؟ اي. انتوا بنيتوها البنات وحدكم لو اخوكم؟ لا كان اخونا ويانا. اي. واستلوا السلاب حي شكله يبارك. اي. اي. وراح ظلينا احنا. ها ظليتوا انتوا هنا. ايوه. هاي غرفتين. ايوه. وما كملتوا حطيتوا؟ اي ما كملنا لان مقدره ماكو وحريم، لا تقول عندنا رويتب، لا تقول عندنا شغله. زين صدق راتب الرعايه الاجتماعيه؟ راتب الرعايه هاي الاسقطه
ودوها يعني اهل الرحم سووا لها راتب الحمد لله. بس شنو يا ما كل 3 شهور تعطونها 150 تعرف انت يا خالي شو تسوي بيها؟ اي والله وهي مرضها يعني فوقه فوقه وعلاجها صحيح. غالي صحيح يعني صعبه الشغله حيل صعبه. اي وانت ما سويتي راتب؟ لا والله يا ابا ما سويت. ليش؟ والله ما سويت ما اندل وما حد وداني. ما تندلين؟ اي والله ما اندل. والثالثه اختك؟ هذيك هم مريضه. هم ما عندها راتب؟ اي هم ما هم متزوجه لو؟ لا بعد. ها اي والله اثنين ما متزوجات بس انا توليت تزوجت وهم توفى زوجي وجيت قعدت ويا خواتي. ظليتي باقي ويا خواتي؟ اي وياهم. ظليتي وياهم؟ اي وياهم. صار لك كم سنه وياهم؟ يعني هوايه صار ما اعرف السنين والله. ما تعرف؟ اي والله ما اعرف لان بس صار هوايه يعني قبل الحرب ايران. اها يعني 89 قبل التسعينات. أو 80 أو 79 يعني من قبل حرب إيران. من قبل حرب إيران؟ أي لا هواي العصر. أي هواي والله. يلا خير إن شاء الله. زين بقيتوا هيك قاعدين؟ لا يعني أي. فترة هواي يعني أي. أنت فترة الشباب ما اشتغلتوا شيء؟ لا والله ما اشتغلت. ولا درستوا ولا؟ لا درسنا بالموية درسنا وهناك تركتوها؟ تركنا. أها. أي والله. ولا ما أكل رويت بلا شيء لأن من تعبطنا المرض وتعرف أنت يعني حيل ما ظل فينا. صح. اي والله حتى حي شغلك كانت عندي هوايشه عايش على الله وعليها كمشتها بعتها. ليش بعتها؟ نوم توجعت اختي تعالجناها ما خلينا بغداد الرمادي على هذا ابو زنقوره عبد اللطيف ما خلينا ينطونها العلاج تسكينات يقولوا لها ارجعي من تخلصي العلاج. أيه. مقدره ماكو تا لما تخلص العلاج ترجع مره ثانيه. اي تايش يعني يشوفون شيكونها لا افضل وقت يعني كثي تعود لو اهل الرحم لمولها عاد تروح. جي. يعني حتى العلاج ما يفيدها مو تقول من تخلصه ترجع مثل اما يغير لها اما أيه أيه يشوف أيه. لها حال أيه. صح لا صح. يعني ظل فتره يلا ترجع. تعرف انت يعني باعتبار مراجعاتها يم يا دكتور هسه بالجديد قامت تراجع ابو زنقوره عبد اللطيف دكتور عبد اللطيف. اي اي والله اشوى يعني يفيدها احسن من بعض الدكاتره يعني اعرف الالم مالها والهذا ينطيها ولو تسكينات يعني اشوى اشوى بس خير من ذولاك يعني هذا يقول لها هيك هذا يقول لها هيك هذا لا والله يعني زين تسكينات ينطيها العلاج تسكينات. جيد دكتور عبد اللطيف. اي زنقوره زنقوره. اي والله من السياره ناجرها ب 30 هو ما ياخذ كشفيه بس العلاج يعني العلاج ماله بسيط بس اجرة السياره تكلف 30 يعني توديها وتجيبها مرات ياخذون اكثر 30,000 حتى توزعون. اي والله 30 ويومون ياخذون اكثر. زين هم منو اللي يوديكم انتم؟ والله ناجر يعني سياره او عرف او مو عرف يعني بس نقول له تودينا المكان الفلاني يقول اي يروح عليه مثل ابو مصطفى ياخذها عادي يوديها هو وزوجته يشيلونها وياخذونها مرات ابن اخويا يجي من حصيبه يشيلها بحضنه ويوديها ولا احنا والله تقول لك انا لا انت ما تقدرين انت ما تقدرين. زين هذا موضوع اختك الثانيه احكي لنا عنها شنو وضعها ايش بيها مريضه؟ كم مريضه شلون عندها حاله نفسيه؟ اها الحمد لله الله كريم الحمد لله على كل حال. هم بس يعني بالنسبه لشغل البيت انت شلون؟ والله يا ابا شغل البيت تعرف انت اللي نقدر عليها نسويها ما نقدر ما نسويها. اها اي والله اي شيء هاي نسوي يعني اللي تقدرين عليها تسوين وتقدرين اي ما زين الفطور والله الفطور يعني اللي هم قلت لك اللي نقدر خفيفه نسويها. لا مو دا اقصد لك على المسواق دا اقصد لك بالطبخ يعني تطبخ. اي هي قلت لك اللي نقدر وقوف ما اقدر اقف يعني ولا اقدر اقرمز لا اقدر يعني تعرف انت تلطش. الحمد اي والله ممشينا. اي شو نسوي؟ الحمد لله زريتنا الحمد لله شكرا يا ربي. طبعا يعني احنا تكلمنا بحلقاتنا السابقه هوايه عن الحكومه تكلمنا عن اخواننا المرشحين تكلمنا عن يعني عن هواي ناس اتمنى انه ما جرحت احد بصراحه اتمنى انه ما غثيت احد لكن بنفس الوقت اني اقول يعني اسف للكل لكن اسف مو الكلام اللي قلته اسف لانه قصرت بالكلام اليوم احس قصرت بالكلام وياكم كان المفروض احكي كلام اكثر لانه لما تكون هذه الحاله بيناتنا واحنا كنا غافلين عنها
لما يكون اكو هيك ناس عايشين بهيك طريقه، واحنا ننطي مليارات على الدعايات الانتخابيه مالتنا، لما نكون احنا هيك عوائل قاعده يم اهل الرمادي والعزايم اشكال والوان والذبايح مثل ما نقول يمنا بالرمادي وعزايمكم يا مرشحينه يا اخوانا يلي فزتوا يلي ما فزتوا، شفتوا ايش قد صرفتوا على الدعايات الانتخابيه. بس موضوع انه عندنا هيك ناس قاعدين وبهيك طريقه هذا ما ننتبه له، ننتبه انه نعلق صورنا، وانا اولكم طبعا ننتبه انه نشوف نفسنا بالشارع، ننتبه انه نركب سيارات اخر موديل، ننتبه انه هواي امور ننتبه عليها. لكن انه عائله ام دلال وهواي عوائل ثانيه شفناها احنا لا ما ننتبه عليها. زين هسه بقيه الايام ما قلنا لكم انتبهوا، انتبهوا برمضان. فمن اليوم ان شاء الله ام دلال اني هذا وعد ان شاء الله من ابنك بلال ان شاء الله. الله يرضى عنك، الله يخليك تسلمين 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 ام دلال. ما قصرتي يا يابا. لا والله ما سوينا شيء بالعكس. تكونون سالمين، ما نريد رب العالمين. تسلمين والله، لا والله ما سوينا على امه محمد المسلمين. مقصرين احنا، مقصرين حيل مقصرين بصراحه. والله هي مقصرين. بس ان شاء الله من اليوم نسوي رابطه شبابيه. الله يكرمك. بخصوص هذا الموضوع حتى نشوف انه نبني غرفه انه شبابنا بشنو يقدر يبادرون ويانا او يساهمون ويانا بموضوع الغرفه. ايضا ندعنا الى اخونا اكثم واحمد الكريم ان شاء الله، يعني موضوع المولد بس هاي الفتره لحد ما نشوف انه في الطريقه هاي الغرفتين. لا والله والله على روسنا والنعم منهم والله، بس لا يعني يرفعون الامبير لان شفنا الغرف ويعني الامبيرين ما تشغل شيء، فاذا تبقون على امبيرين ما سوينا شيء. فانت اكثم خوش ولد واحمد ان شاء الله خوش ولد ما بيهم قصور. الله واستخطون الله يرضى عليهم ان شاء الله. بس ان شاء الله يزودوا لكم الامبيرين حتى لو امبيرين ثانيه حتى يقدرون يشغلون المبرده على اخوتنا المريضه اللي موجوده، لانه ما تقدر. الحمد لله الحمد لله على كل حال. زين احكي لنا يوميا مثل هيك وقت شو تسوين؟ انا الخبز خبازات يعني شوف نطبخ لنا جيجه يعني الحمد لله. اي تعرف الخفاف ولا تقول لك نقدر نتكلف بالفطور؟ لا والله ما نقدر. على الخفيف على الخفيف والله يا يابا، على الخفيف. اليوم ما خاصة يعني من صمنا والله انت وليد تعب اي وسخونه والكلى هذا يعطي علي الله يسقطه الله يحفظك. والثانيه ما تشتغل شيء هم مريضه خطيه هم مريضه ما تقدر تشتغل. انت مرضت؟ لا والله تنام وانصحت هم اشوى سعسع هم مرات رايتها البيضه خطيه. اي والله الله يجزيك الله يسلمك يا يابا. زين انتوا تدرون بينا نجيكم اليوم؟ حياكم الله يا ابو الله يعني من جيت انت وبره اي اي نعم جيناكم قبل التصوير بساعة تقريبا صح. ما قلت لنا انت هسه بس موضوع الغرفه، احنا عندنا بعض الهدايا القناة تقدمها لكل عائلة والله يا ابو هيمكم انتم اهم شيء اريدكم تكونون سالمين. الله يسلمك. اي والله هذا يقول اللي اريده من رب العالمين. الله تكونون سالمين ومسترين هاي اللي نريدها ان شاء الله خير. انتم هم وليان وما نرضى يعني يمسكم شيء ما يصلح. الله يرضى عليك. تسلمين تسلمين. اذا راح شباب نشوف بعض الشغلات اللي جبناها ويانا العائلة ام دلال نعطيهم لان وقت الاذان اقتراب حتى شبابنا، وانا ان شاء الله اليوم هم نساعدهم انه خلي الفطور جايبين فطور ويانا. تسلمون. انتوا قلتوا شايفين برنامجكم مو؟ اي حلو. اي حلو اي والله. اذا الفطور احنا نجيبه ويانا ام دلال. اي تسلمون. حتى اليوم ما رضينا ماجورين يا الله يرضى عليك. تسلمين. السلام ان شاء الله. تسلمين الله يسلمك. فنشوف بعض هدايا قناه المدار الى عائله ام دلال لان وقت الاذان اقترب، خليكم وياي مشاهدينا. اذا مشاهدينا الكرام مثل ما قلنا لكم كنا قاعدين انا وام دلال، عندنا هاي الهدايا مقدمه من قناه المدار الفضائيه. تسلمون يا الله يخليك. الله يرضى عليك ام دلال. ام دلال هاي الثلاجه افضل من ثلاجتكم. اي والله جديده مو مستخدمه يعني وما بيها شيء عاطل. ماجورين يا يابا. الله يخليك. تسلمون يا عوانتي واجركم الله. وهم
اي والله يعني على قدكم ان شاء الله. اي والله تسلمون. واسلم واحمد الكريم الكريم راح ان شاء الله يرفعوا لكم الامبياريه. الله كريم حتى يا ابو الله كريم إن شاء الله. الله كريم هذا الطباخ هم ان شاء الله. اي والله تسلمون يا ابو ماجورين. اي والله لان عندنا طبابخ بلقاء هذا ابو عينين مو. اي والله هذا احلى. اي تسلمون يا ابو. اي والله ماجورين يا ابو الله يحفظكم ويرحم موتاكم. تسلمين ويبعث لكم الرزق ان شاء الله. تسلمين انتم وجميع من ساهم وياكم. الله يخليك. تسلمين. هذه المبرده ايضا من قناه المدار. هذه وين راح تخليها؟ هنا على شويه بيتي هذا يا ابو هم تفور الحجيره. اي هاي هم اي والله حاره كلش. اي والله هنا يعني خليها على مود هنا وانا وانا حد يجينا نجي اللي بيها. اها يعني أيوه. يجيكم وين من يجيكم؟ تعرف انت يعني طاريش يعني كل شيء يصير بالدنيا. اي والله خير ان شاء الله. هذا الدرع مقدم من قناه المدار الفضائيه هديه لكل عائله نزورها حتى يبقى تذكار من عندنا. أيوه عندكم الله يسلمك. تخليني يمكم العفو خليه هنا الله يرضى عليك حتى يبقى تذكار من قناة المدار الفضائية. تسلمون يا الكل عائلة نزورها. اي يعني اوكي هذا أوكي. مبلغ مادي مقدم من احد قضاة الانبار مبلغ 100,000 دينار. تسلمون يا ابو. يعني اي والله تسلمون يا وانتي ماجورين ان شاء الله. وكتب لكم السلامة انتم جميع من ساهم وياكم. تسلمين. اي والله عندنا الشباب دا يجهزون لنا بالفطور. الله كريم يا ابو حتى بدنا ياش نفطر. تسلم يا ابو. انت تعبتي اليوم تعبناك. تسلم لا تعبكم راحه يا ابو انتم تعبتموا. لا بالعكس والله احنا بخدمه كل الطيبين ان شاء الله. طيبين يا ابو متصلين وياكم من زمان. لا حيشاكم يا عيني حيشاكم بالفتره الجايه ان شاء الله. الله كريم يا ابو. الله كريم راح نبقى متواصلين. اي نعم خلقتنا اليوم خلصت لكن ان شاء الله بالفتره الجايه ان شاء الله. الله كريم يا ابو ما قصرت يا عيني اريدكم تكونون سالمين ومسترين يا ابو. الله يرضى عليك. تسلمي خالتي ام دلال. اذا راح نشوف شبابنا يجهزون لنا مائده رمضان الخير حتى نفطر لانه ام دلال كلش تعبنا وهي ما تقدر. تسلمون يا ابا. قالت لنا انه هي كلها واحده. اي والله وتعبها وعطشت ان شاء الله. الله يسلمك ام دلال. سالمين يا ابا ماجورين ان شاء الله. الله يخليك. تسلمي. اذا خليكم ويانا ويا شبابنا ويا مائده رمضان الخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أفطرنا وإنا لصيام الغد يا ربنا وعينا فتقبل صومنا يا رب منا يا إله الكون إنا لك صمنا على رزقك أفطرنا وإنا لصيام الغد يا رب نوينا فتقبل صومنا يا رب منا إذن مثل ما شفتوا وكانت حكايتنا ويا أم دلال وخواتها ومثل ما شفنا حلقتنا لهذا اليوم. إذا طلبنا اليوم هو مو بيت من دور وطاة الكلفة لأنه أم دلال وأخواتها ما يقدرون يروحون يسكنون بمنطقة السبعة كيلو لأنه هنا أخوهم وكلهم يعني نقدر نقول نسوان كبيرات بالعمر فما يقدر أنه يسكنون بذيك المنطقة. فالغاية اليوم هي أنه نبني غرفة
الام دلال واخواتها قريبه من بيت اخوهم حتى يقدرون لما يحتاجوه بالليل وهيك اوقات متاخره من الليل يكون قريب عليهم، مثل ما شفنا احنا صحتهم على قدهم فما يقدرون انه يمشون مسافه بعيده لحد بيت اخوهم. انا اجريت اتصالاتي بصراحه من فطرنا ولحد هذا الوقت ويا الناس الطيبين في منطقه الصوفيه بخصوص عائله ام دلال، وان شاء الله ما راح يقصرون ويانا بهذا الموضوع. اوجه شكري لهم ان شاء الله ان شاء الله من هذا اليوم، يعني بعد ساعه او ساعتين راح ابلش بموضوع الغرفه، لانه ان شاء الله قبل العيد اذا رب العالمين يسر وقدر لنا نكملها لهاي الغرفه، بحيث ان نشوف ام دلال واخواتها الاثنين قاعدين بهذه الغرفه ومرتاحين ومتهنين حالهم حال بقيه الناس. اذا جولتنا اليوم ويا ام دلال انتهت، لكن جولتنا في رمضان الخير ما انتهت. خليكم ويانا وباقين وياكم ان شاء الله على مدار الشهر. ابقوا ويانا.